السلام عليكم. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم نحضر جنازة الأخ والصديق سبع بن لحول الذي وفته المنية اليوم. طبعا يعني فاجعة بالنسبة لرجال الإعلام في تيارت، وأنا خدمت معه يعني حوالي 20 سنة في إذاعة تيارت قبل ما نروح إلى ولاية سعيدة، ولكن حبي لهذا الشخص يعني وهذه الشخصية خلاني اليوم أني نحضر، وأني يعني وأنا في أجواء حزينة. تمنيت ما نحضرش في أجواء حزينة معاه ونلقاه في أجواء حزينة، ولكن اليوم نفقده تماما. يعني سبع بن لحول ينتقل إلى جوار ربه، وهذا عزاؤنا يعني ألا نقول إلا ما يرضي ربنا. واحد يرتاح قضى صوالحه، أنا خدم القاسعة نتاعي المغرب الجماعة مع جماعة عند الضوك، يطلع قال لهم بغيت نتفرج الماتش، دخل لك يتفرج الماتش نتاعه، لحقت العيشة صلى العيشة نتاعه، وليداته يلعبوا قدامه عند واحد البني والبني، وعنده واحد اللي يسموه يبغي دايما يزعق معاهم مسكين، شخر صلى العشاء نتاعه ويستنى الزوجه تجيب له في العشاء. قعد شخر مسكين، قعدوا الذراري يلعبوا حسبوا كيما نظر يلعب معاهم. كي شافوه طول بابا نوض بابا نوض بابا ما ناس زقوا لامهم جات صارت مسكينه. اليوم نودع قام من قامات الاعلام الجزائري الاصيل، لماذا؟ لانه اذا نقل انشغال المواطن البسيط، نقل الهموم، كان دائما جنب لجنب لدائما للسائقين في برنامج طريق السلامه، كان ينقل هموم الفلاح في برنامج الارض والفلاح، كان دائما الوجود في الميدان بنقل ريبورتاجات يوميه وبمراسله للقناه الوطنيه. في هذه الوقفه التي نودع فيها اخانا سبع بن لحول، في هذه الوقفه التي كنا نظن اننا اليوم نقف عليه وهو في بحبوحة من العيش، لكن تفاجأنا بقدر ما أن نحن تألمنا بفراقه، لأنه كان أخا عزيزا، كان صادقا صدوقا، كان متواضعا، كان محبا لعمله. فوالله إن بابن الإذاعة يفتقده، إننا نفتقده في صولته في جولته، ولكن ما حز في أنفسنا أننا وجدناه بدون سكن. أكثر من 20 سنة في العمل الصحفي، أكثر من 20 سنة يعالج مشاكل الناس، يطرح مشاكل الناس، يدافع عن الغلابة، ولكن هو يعاني بداخله. فاليوم تفاجأ موت رجل صحفي قدم للإعلام، قدم لولاية تيارت، قدم لبلدية فرندا، ومع ذلك لا يحظى حتى بوقوف رئيس الدائرة ورئيس البلدية. لماذا كل هذا النسيان؟ لماذا كل هذا؟ إذن فالرجل الحمد لله جهزت جنازته خيرة الرجال، جهزت جنازته أحبته، جيرانه، إخوانه، الأسرة الإعلامية بكاملها مكتوبة ومقروءة ومسموعة، كلهم بكوا، بكاه الكبار، بكاه الصغار، تركنا إخوانا لنا يبكونه، ولكن جئنا فتفاجأنا بحالته الميسورة، بحالته التي يعيشها. فإني من هذا الباب، فإننا سلمنا أخانا للديان الذي لا يموت، سلمناه لمن هو أرحم به من أمه وهو رحيم به، لنلتفت لسلطاتنا، لنلتفت إلى السيد الوالي وإلى السيد رئيس الدائرة وإلى السيد رئيس البلدية أن على الأقل يتولون أبناءه. فإنه والله عاش للجزائر، وعاش للصحافة، وعاش للغلابة، وعاش للميسورين.